بتاعنا بتاع الهرم بيقولوا ان هو هيغرق. مين اللي قال الكلام ده؟ لا مش معقول هيغرق ازاي يعني؟ ابو الهول هيغرق؟ ليه؟ لا ما سمعتش على الموضوع ده خالص. الاثار دي يعني ثروه للبلد، فلازم طبعا الحكومات تتخذ اجراءات. امرها ما هتحصل. ايه اللي هيجيبوا الميه عند ابو الهول؟ المفروض اللي بلدنا تتحرك ويعني ويشوف مين حل الموقف اللي جاي ده، يعني يحلوه ما يوقفوش زي ما كل حاجه بنوقف فيها دلوقتي. وممكن بحسب التغيرات اللي بتحصل في مناخ الارض ممكن ان شاء الله مش هيغرق. انا صمم ان شاء الله مش هيغرق.